بمشروعنا هذا اهتمينا كتير إنه نلم كمية تطريز من أبات فلسطينية، من تواب لأعراس لستات تهجروا من مدنهم وانتفت القرى تبعتهم. جمعناهم وعملناهم بطريقة إنه تخلي كل بيت إن شاء الله في قطعة تاريخية ممكن تكون حتى جدة من أجدادهم. واللي بيميزنا إنه هاي القطعة ما رح تنكب. أخذنا أحسن شيء بالتوب، أخذنا التطريز، خليناه يعني بطريقة حلوة لشجرة العيد الميلاد وللزينة. هلا إحنا نشتغل بالصوف الطبيعي الأوريجينال اللي هو بيكون صوف ملون، بنعمل فيه زينة الشجرة، زينة العيد الميلاد، وبأشكال مختلفة طبعاً بيميزوا عن الصيني بكتير إشياء. أول إشي إنه لو وقع لو تكسر ما بيصير له أي إشي، غير إنه تصاميمه بتختلف، ألوانه كتير أحلى وبضل يعني شغل إيد.